صافي. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا جماعة أكدال على هذه البادرة الطيبة وعلى هذا الاسم، لأن هذا الاسم هو كيدل على العراقة وعلى الأصالة والثقافة ديال هذه المدينة والعناية ديالها بهذه المادة اللي هي الزهر، والعادات يعني متجدرة في هذه المدينة بالعصير ديال الزهر اللي يعني اللي الزهر الفاسي يعني الذكر ديالو صارت بيديه الكريه الركبان. فينما مشيتي الانسان كيجي الفاس كيقول له جيب لنا معقله ديال الزهر الفاسي. لهذا احياء لها الذكرى يعني كتستحق كل ذكرى، كتستحق ماشي غير الدوري ديال كره القدم، كتستحق اكثر من هذا الشيء. ولكن تتويجا يعني الى جمعنا الرياضه مع الثقافه يعني هو ميدان واحد. كنشكروا السلطه المحليه على اصوم السي شاقور، يعني على كل حال اصاله هي هذيك اللي حيا وفكر في هذه الفئات الصغرى اللي ما كتلعب لا بطوله ولا حتى شي حاجه، رغم الكثره ديالها يعني وما اكثرها في الاحياء الشعبيه اللي هي الفئه المستهدفه عندنا في الاحياء الشعبيه، يعني دار المهراز والمدينه القديمه الممتله في الحياه، دار المهراز اطلس سايس والجمعيه ديال سايس. هذا ملتقى يعني ديال الوجوه الرياضيه بصفه عامه، وملتقى ديال هذه الفئه اللي كنرجعوا فيها كل خير من الناحيه الرياضيه. قلت شي بيت انا معايا. دابا حنا تنبقاو نلعبوا الكره ما السلام عليكم، انا لطيفة كيبي عضوه في تعاونيه نسائيه لاستخراج زيت ارغان. مناسبه اسبوع ديال الزهر جينا لهنا باش نبريزونطيو لي برودوي ديالنا ونوضحوا للناس، نعطيوهم فكره ونقربوا لهم الصوره ديال الارغان. نبداو دابا نشرح لك كي كنديروا نصيبوا زيت ارغان، ومن بعد نشرح لك لي برودوي ديالنا شنو هما. هذه شجره الارغان هي واحد الشجره اللي كتنبت غير في جنوب المغرب ما بين مراكش والصويره. هذه هي الفاكهه ديال هذه الشجره. باش نصوبوا زيت ارغان كنمروا معده مراحل. المرحله الاولى كنقشروا هذه اللوزه باش نخرجوا واحد اللوزه واحده اخرى بهذه الطريقه هذه. المرحله الثانيه كنعاودوا نهرسوا هذه اللوزه باش نخرجوا واحد اللوزه اللي هي صغيره بحال هكا. هذه منها كنصيبوا جوج الانواع ديال الزيت، زيت ارغان ديال الاكل وزيت ارغان ديال التجميل. الفرق ما بين الزيوت بجوج هو بالنسبه لزيت ارغان ديال الماكله كنحمروا هاد اللوز على هاد الشكل هذا، ومن بعد كنطحنوه في هاد الروحه التقليديه باش كتعطينا هاد لاباط. ابخي كنعجنوها من ساعتين حتى ثلاثه السوايع، كل شويه كنزيدوا كل خمسه دقائق كنزيدوا شويه ديال الماء سخون حتى كيتعزل لينا الزيت على الفيتور. بالنسبه لزيت ارغان كوزميتيك كنطحنوا اللوز خضر ما محمرش، لهذا كيخرج داك الزيت ديالو كتخرج بيضاء على زيت الماكله اللي كتكون حمراء. زيت ارغان الماكله غنيه بالفيتامين او الاوميغا 3 والاوميغا 6، هي مزيانه للسكر والكوليسترول. بالنسبه للزيت ديال الكوزميتيك مزيانه للناشف البشره الناشفه والتجاعيد والشعر والمساج وبزاف ديال الاستعمالات.
غوت غوت غوت. العطار محمد، رئيس تعاونية الجبل الكبير لتربية النحل الكائنة بفاس. هذه ثاني مشاركة لنا في مهرجان الزهر، سبقنا شاركنا في الدورة الأولى وهذه الدورة الثانية إن شاء الله المشاركة ديالنا. تعاونية الجبل الكبير تعتمد على عملية الترحال، وتنتج عدة أنواع من العسل، منها كيف تشوفوا عسل الليمون أو عسل البرتقال، عندنا عسل الأعشاب الطبية، عسل الزعتر، أزير، السدر، عندنا بعض الملتي فلور. احنا غادي في هذا الطريق هذا ان شاء الله نحاولوا نطوروا انتاج العسل في منطقه فاس. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العالي فليل المحب، استاذ تربيه تشكيليه وفنان تشكيلي، العمل في الثانويه الاعداديه القدس، وحنا ابينا الا ان نشارك في هذا المهرجان، مهرجان فاس الدوره الثانيه، اللي تعطاتنا الدعوه باش نشاركوا. هذه اول مره ولو انها الدوره الثانيه فهي اول مره كيشاركوا فيها تلاميذ المؤسسه التعليميه، وهذا ما كيبشر غير بالخير، باش اننا كنحاولوا نشاركوا التلاميذ في هذه البهجه، في هذا المهرجان اللي كتشتهر به خمسه مدن عبر العالم، وهذا شرف لمدينه فاس باش انها كتشارك. وكنحاول نبينوا القيمه، لا القيمه الجماليه والقيمه النفعيه اولا وقبل كل شيء ديال هذه النبسه، وكذلك جماليه لانها تفضي واحد الجماليه في المدينه، والحمد لله بان المقاطعه فهي كتعمل على تجيب هذه الاشجار هذه ويعطيها واحد رونق اللي كيلقى استحسان الساكنه. وكنوجه بالشكر الى مقاطعه اكدال ثم الى السيد مفتش ماده التربيه التشكيليه، دون نسيان الاساتذه اللي شاركوا، السي مجطوطي، السي شويبه، الاستاذه مخلص، الاستاذ علوي مدغري التوفيق، ثم عبد ربي كيوجه الشكر للجميع، وشكرا في ليله عبد العالي محب.
عليكم. وليد جوي من اعداديات القدس في القسم 9 اعدادي. احنا سعيدين بهذا اللقاء هذا في هذه الورشه ديال التربيه التشكيليه، وكنفتخروا باننا كوننا كنمثلوا الاعداديه ديال القدس. كنشكر كاع الطاقم اللي تيساعدنا، والاستاذ ديالنا الاستاذ ديال التربيه التشكيليه فيلالي محب، وشكرا. ديبا مؤسسه شارع السلاوي، شاركت في ملتقى زهره فاس انا وزملائي. الرسم فن تشكيلي من الاول. كنشكر مجلس مقطعات فاس اللي شاركنا فيه، وكنشكر اساتذه كاملين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس.
لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الله أكبر. في مجلس أساس مولانا عندي على الأساس المتطوري السيد رئيس مجلس مقاطعة عدال ورئيس متقزر فاس، السيد النائب الأولي رئيس مجلس الجماعي مدينة فاس، والسيد المدير الجهوي لوزارة الثقافة. أيها الحضور الكريم، أشكركم جميعا على حضوركم الذي هو في الحقيقة دعم لهذا الملتقى، وهو دليل على اهتمامكم بنجاح واستمرارية هذا الملتقى حتى تكون مدينتنا مدينة نموذجية على جميع الواجهات والمجالات. أولا اسمحوا لي باسمكم جميعا أن نهنئ السيد الوالي الجديد جهة فاس مولان عمالة فاس على الثقة المولوية. نهنئه جميعا على الثقة المولوية التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة بتعيينه واليا على جهة فاس مولان، ونتمنى له مقام طيبا بين ظهراننا، ونتمنى له نجاحا في مهامه. أعطي الكلمة للسيد رئيس ملتقى زرفاس والسيد رئيس مجلس مقاطعة أكدال والأب الروحي والمؤسس لهذا الملتقى الحاج سمحي العالمي سيدنا. شكرا. صلاة والسلام على هاتين أنجاء المرسلين سيد طويل المسلم سيد الكاتب العام، السادة الإخوة مرافقي السيد الوالي، السيد نائب الأول لجماعة فاس أخ علاء الأحمراني، السيد المدير الجهوي، السيد المدير الجهوي أنا عندي علاء الأحمراني مع الصحابة، السيد المدير الجهوي للثقافة. أيها الحضور الكريم، أولا يشرفني نيابة عن الإخوة أعضاء المجلس مقاطعة عدال المرحب بالمبادرة في التظاهرة التي عملنا على أساس أن تصبح سنة مباركة لمدينة فاس. أما أن مدينة فاس عاصمة العلم والثقافة والحضارة، علما أنه هذا المهرجان أو هذا الملتقى عملنا لإحياء واحد التراث قديما واللي معاك من الأسف بك انتظر إذن حاولنا أننا نحيو التراث، حيو التراث لجعله تراث يمكن نستغلوه بطرق علمية، نجعل منه أنه نحب عليه، نجعل منه أنه شيء جد مهم، لأنك عفوا أن المزايا ديالو صحية ومزايا ديالو علما أنك عفوا على الفاس اللي كياخذوا القهوة ولا بدا كيديروا داك الكتارة ديال الصهر، القهوة وإلا ما كتكونش القهوة عندنا كانت البدا ديالها اللي معروفة، هذه من ضمن الأمور اللي هي كنعتبروها بديهية ولكن هي أساسية. إذا عملنا على أساس أن هذه السنة، إذا بالطبع داخل السنة الفريضة كانت تجربة لا بأس بها، ولكن عملنا هذه السنة أنه يكون أسبوع ديال هذا الملتقى واللي دخلنا فيه جميع الأمور المتعلقة بهذا الأول، كل ما كيتعلق بها التقادير، كل ما هو اقتصادي، كل ما هو اجتماعي، وطبعا دخلنا
حتى الرياضي اعتنينا بشباب المنطقة وبشابات المنطقة باش يتساووا ويسابقونا في هذا المهرجان. إذن بين أيديكم البرنامج اللي ابتدى من طرف يوم الاثنين واللي كانت دخلنا فيه حتى الوحديات على أساس أننا إن شاء الله يوم الأحد سنسلموا جائزة الزوائد لأحسن ولدية اللي عندها فضاء بيئي ممتاز. بالطبع يوم السبت غتكون داك الندوة العلمية اللي كيجيو مختصين اللي كيبينو فيها شجرة شجرة العرش داك شجرة العرش وشنو كتعطيها شجرة العرش يعني ماشي غير الزهرة ديالها ولكن حتى الفاكهة اللي كتعطيها حتى الأوراق ديالها حتى الشجرة نفسها. إذن عندها واحد عدد ديال المزايا الصحية مزايا جد مهمة. إذن في نفس الوقت دخلنا حتى الإطار السياحي لأن في الفنادق كاين واحد اللجنة اللي كتستخدم السلاح كتسألهم شنو هو هذا الزهرة وشنو القيمة ديال الزهرة وشنو هو التخدم ديال الزهرة وكيعطيوهم قراءات ديال الزهرة ويدير لهم جد حنة وديال جد باش يبينو لهم شنو هي القيمة ديال هذا التراث اللي هو تراث جد مهم واللي كان اللي فكرنا على أساس أننا نزيدو حتى ندخلو في إطار المعجنات اللي عندنا بس اللي صح الآن الحمد لله سنة. إذا هذا كله كيرجع بفضل أعضاء المجلس اللي حقة عملوا باش ينجحوا هذه العملية وبكم طبعا بكم غادي تزيدوا تنجح أكثر وطبعا غادي نستدعوكم بعد الجلسة الافتتاحية كنتحقوا بالشابات والشبان اللي كيعملوا واحد الورشة ديال الرسم واللي حتى هو معروف أحسن رسام أو رسامة حتى هو نعطيو إن شاء الله يوم الأحد جائزة إلا كانت شي حاجة كتهلق البيئة وكتكلم على البيئة بالبلاغة اللي تخصكم. فلهذا مرة أخرى كنرحبوا بكم وكنعرضوا عليكم رسميا يوم الأحد اللي غتكون واحد 9% واللي فيها غادي نعطيو جوائز وتشوفوا الشباب ديالكم ديال هذه المنطقة والشباب ديالكم هذه المنطقة شنو قاموا به طيلة هذا الأسبوع علما أنه كان سيارة لعدد من الإعداديات والتنويات وتم غرس شجرة الرمش فيها وتمت إلقاء محاضرة من طرف الدكتور السي مرزوقي المختص في هذا الإطار ديال البيئة. مرة أخرى مرحبا بكم ونيابة عنكم وأنا أنا ما عدتنيش النيابة كنهني السيد الوالي على التقاعد الأولوية وكنرحبوا به مدينة فاس كنقولوا له راك جيتي المدينة أهلها كرماء ومدينة كريمة وعاصمة للعلم وعاصمة للثقافة أنت تبارك الله عليك أنت رجل معروف عن ثقافتك وهذا وأنا غادي نسجل مع هذه المدينة ونسجل مع سكان المدينة وشكرا لكم. شكرا للسيد الحاج علي زيدنا رئيس مجلس مقاطعة الاحتلال ورئيس ملتقى زهر فاس. وفي الحقيقة هذا من هذه النسخة الثانية من ملتقى زهر فاس كما أشار إلى ذلك رئيس الملتقى تتناول محاور متنوعة حاولنا خلال تقييمنا جلسة تقييم النسخة الأولى أن نتدارك بعض النقائص التي ولا بد لها من تجربة وذلك بتنوع المحاور في هذه النسخة والانفتاح على المؤسسات الخارجية وخصوصا جامعة محمد بن عبد الله وكذلك المؤسسات التعليمية لهدف واحد ووحيد وهو محاولة تنمية مدينة فاس عبر تراثها. وحاولنا في مجلس مقاطعة عدال أن تكون لنا البادرة كما كانت دائما عندما كنا سباقين إلى عملية سحب الوثائق الإدارية بالطريقة الإلكترونية على المستوى الوطني. حاولنا كذلك أن نكون على مستوى مجلس مقاطعة عدال سباقين إلى إعطاء هذه المقاطعة الحالة المدنية ما يسمى لنصحه بلاكوبي وهذا هو الهدف المستقبلي الذي سنعمل على جعله ملموسا وواقعيا. كذلك سنحاول مجموعة من الخبراء ومجموعة من المختصين يوم غد خلال اليوم العلمي والمحاضرة العلمي أن نؤسس جمعية تنافسية وجمعية للخبراء المختصين في مجال البيئة. وأعطي الكلمة للسيد النائب الأول رئيس مجلس جامعة فاس السيد علاء العمراوي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد الوالي المحترم سيد الإشتعال سيد
رئيس مقاطعة الأكداد، أخواتي إخواني أعضاء المجلس، السادة الحضور الكريم، بل الأمر اسمحوا لي أن أقدم لكم جميعا اعتذار محامي الشباب ومزارع التلفاز، ذلك لالتزامات وطنية، والذي كلفني بإلقاء كلمتي في هذا الحفل البهيج، موجها أغلى تحياتي وأطيب تمنياتي لمجلس مقاطعة الأكداد رئيسا ومكتبا وأعضاء وإداريين. أيها السيدات أيها السادة، يعتبر مجلس مقاطعة الأكداد من المجالس المنتخبة النموذجية سواء في رياضة الاجتهاد أو في حسن سن سياسة فرض عملية وملموسة مع المواطنين عموما وساكنة هذه المنطقة بصفة خاصة، ولا مجال للتفكير بما يحقق هذا المجلس، ويكفيه فخرا أنه كان رافدا ومثالا للاتباع في تنفيذ الإدارة الإلكترونية مسايرة للعصر ومساهمة في تخليق الحياة الإدارية والابتعاد عن كل الشبهات والملاحظات. وها هو مجلس مقاطعة أكداد اليوم يرسخ تقريرا ثقافيا وفكريا وفنيا بتنظيم النسخة الثانية من ملتقى زهر فاس بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى في السنة الماضية. وجاءت هذه التظاهرة المتجددة اليوم منقحة ومزيدا فيها كما نشر، فقد وسعت محاور الملتقى ونوعت مجالاته لتشمل باقة جميلة من التفاعلات البيئية والاجتماعية والرياضية والعلمية والترفيهية. كما أن تظاهرتكم ظلت وفية ومخلصة للخط الاستراتيجي الثقافي لمدينة فاس المقدسة باعتبارها العاصمة العلمية للمملكة المغربية، حيث انطلقت من التقاليد الراسخة الجميلة لمدينة فاس والمتعلقة بتقطير الزرع لتحلقوا بها وتكيفوها تكييفا رائعا عظيما مع مختلف المجالات التي تستقطب اهتمام مواطنين فاس عموما وسكان مقاطعة أكداد خصوصا. ولعل هذه المقاربة ستجعل جميع الفئات الاجتماعية والعمرية تهتم بتظاهرتكم التي تضرب على وتر الحنين للقديم الجميل أو ما يعرف بالنوستالجيا، كما أنه أسقط أريجة العطر على فنون شبابية في أبعادها الثقافية والفنية والرياضية، فيما ظل الملتقى وفيا في المحافظة على البيئة من خلال المحافظة على تقاليدنا وأعرافنا الجميلة، وهي مناسبة ندعو فيها الجميع إلى استحضار الماضي العظيم الذي كان غنيا بجملة من القيم والمتون النبيلة التي أصبحنا نسمع عنها اليوم معاني ومصطلحات وعبارات جديدة كانت مدينة فاس وسكانها رواد وصفاقين لمضامينها وجوهرها العميق. فتحية تقديم واحترام لمجلس مقاطعة أكداد لجميع فعالياته، والتي يعتبر هذا العمل والذي يعتبر هذا العمل وغيره تجلي من تجليات روح الانسجام بين أعضائه، وهو مكسب عظيم ومفتاح لكل النجاحات التي نصبوها لهذه المقاطعة والتي تتكامل في أهدافها وأسلوبها لما ينتهج مجلس المدينة وما يحققه من مكتسبات التي هي في الحقيقة مكتسباتكم ومن خلالكم سكنة فاس. من جديد أتمنى لكم ولمنطقتكم زهر فاس كامل النجاح والتوفيق مصداقا لقوله تعالى في إعلام الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم. شكرا سي عداد عمراوي نائب الاولى رئيس مجلس الجامعي لمدينه فاس. ان اهتمامات المجالس الجامعيه لا تقتصر فقط على الاعتناء بما ينجز على مستوى الدوائر وعلى التزامات الانتخابيه، ولكن ان مهمه المنتخبين كذلك هي محاوله تمييز هذه المقاطعه والبلد التي يمتلونها بما تتميز به اصلا على مستوى الوطن. عند فاس تميز دائما بهذه الشجره المباركه وبكل ما يتعلق بها، وهو اغناء بالموروث الثقافي
وتشجيع على المزيد من التضحية والعمل من أجل إشعار الوطن. أعطي الكلمة للسيد وزير الثقافة نيابة عن السيد وزير الثقافة الذي تعذر عليه الحضور لأسباب حكومية انشغالات حكومية. شكرا. نحن السيد والي جهة فاس بولبان وعامل عمالة فاس، المحترم السيد الكاتب العام، المحترم السيد رئيس مجلس مقاطعة أبدان ومدير المنطقة، المحترم السيد نائب عمدة مدينة فاس، الإخوة والأخوات الحضور، يطيب لي بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للمنطقة زهر فاس أن أتقدم بكامل التهاني لمنظمي هذه المنطقة وعلى رأسهم السيد رئيس مجلس مقاطعة أبدان على من جهة حسن اختيار الموضوع باعتبار أن المنطقة منطقة أبدان فهي في تسميتها انطلاقا من تسميتها هي منطقة يعني للبساتين وللعروض، وبالتالي فهذا الملتقى فهو اسم على مسمى وهو ينسجم مع الفضاء الذي يوجد فيه. وهذا الملتقى انطلاقا من برنامجه فهو يعكس جانبين، جانب يتعلق باهتمام بالحس التحسيسي فهو يتوجه بالخصوص وبشكل هادف للفئات الصغرى من أجل تحسيسها بأهمية البيئة بجميع جوانبها وخاصة ما يتعلق بالعناية بالمغروسات انطلاقا من عنوان هذه المنطقة. ثم أيضا من جهة أخرى فهو لقاء لرد الاعتبار لتراث قديم بالمدينة وهو الاعتناء بالزهر وبتقطيره وبكل الممارسات التي تتماشى مع ذلك. ومدينة فاس هي مدينة مليئة بالحدائق سواء في جانبها المرتبط بالمدينة العتيقة أو في محيطها الغني بالعيون والغني بالوديان وبالتالي الغني بالأغراس. وهذا الملتقى لربما هو محاولة لرد الاعتبار لهذه المدينة من ناحية الطبيعية والبيئية. فباسم وزارة الثقافة وباسم المدير الجهوي لوزارة الثقافة فإننا نشد على أي منظم هذا الملتقى والذي وصل وخطى خطوته الثانية، ونتمنى لهم التوفيق والسداد في الوصول ببرنامجه الغني والمتنوع إلى الأهداف المطلوبة. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله. اعتبار السيد عباس الجراري مستنصر صاحب الجلالة الذي كان بمده الحضور معنا إلا أنه تعطر عليه ذلك لأسباب صحية. أدعو السيد والي جهة فاس بولبان وسير رئيس أول مجلس الجماعي مدينة فاس والسيد المدير الجهوي لوزارة الثقافة والحضور الكريم إلى زيارة المعرض والمنصب. دير الكاميرا هكاك دور مرايا Thank you.
سير بنتي الفكره ديال انه شهادات الزواج زعما الصوره كي مشى غير الصوره يبرك هو غير كيبان الصوره الباراسون درنا مع السيدي ديال القرابة Je suis là pour la date, 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 je suis là pour la date
Go!
داك سيدنا كان عم سجلنا انا باش نلعب تيجاني حيد تما حيد 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 تيجاني ما كترك كلشي حيد حيد تيجاني يلا تيجاني 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 دغيا دغيا البالا البالا حيد ما حيد دابا صافي خلي البالا البالا شريف 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 خويا حيد راسك خويا حيد يا حيد 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 هاك هاك هاي 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 بعد شويه تبقى شويه عندك بيت عندك شنو 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 لا لا صافي سي عيد يا عمرو سي عيد يا عمرو يلا تاع عمرو تاعك تيجاني ماشي بان لنا كل شيء دابا كاش تيجي لا لا يلا يلا ياك يلا تاع عمرو يبان يا راه بسم الله الرحمن الرحيم. في اطار الدوري دوري الزهر هذه مناسبه كبيره اننا مدينه فاس تحيي الدوري هذا وتتهتم بالفضاء الرياضي اللي تتعيش مدينه فاس واحياء اللي كانت مهمشه وما كانش عندها واحد الجانب واحد الاهتمام الرياضي. جاء هذا الدوري هذا واللي جاء وفتح لها المجال انها تبين على القدرات ديالها والكفاءات ديالها، وهذه مناسبه اللي غادي نشكر فيها
مجلس المدينة اللي قدم واحد الدعم ولا كذلك المستشارين ولا كذلك المنتخبين على هذه المقاطعة ولا المسؤولين على مدينة فاس بصفة عامة وكذلك الجانب الرياضي اللي حسينا بأن في هذه السنوات الأخيرة بدأت تتطور كرة القدم في مدينة فاس والاستحقاقات اللي حققتها المغرب الفاسي بفوزها بثلاثة الألقاب في سنة واحدة هذا تعبر أن الكرة في مدينة فاس تطورت بفضل مجهودات الناس اللي ساهرين على هذه المدينة هذه ومسؤولين من عمدة المدينة إلى آخر مستشار داخل المدينة وهذه مناسبة أننا حينا وتعرفنا على مجموعة من الأصدقاء اللي كانوا لكن ما غاديش يمكننا نتعامل معهم لولا هذا الدوري اللي فتحنا هذا المجال هذا وهذه المناسبة هذه وتشكر كل من قدم هذا قولي السؤال افتح ها افتح تنشكروا السيد رئيس المقاطعه والسي نافيس مدير هذه الدوره الثانيه لهذا الملتقى ديال زهر فاس اولا لانه كيخلد هذه العاده الفاسيه القديمه وكاين فاتح كذلك على مجموعه من الفعاليات الرياضيه والثقافيه من ضمنها هذا التورنوا اللي كيجمع مجموعه من الفرق ديال المدينه من المدارس الكرويه ديال اقل من 12 سنه اللي كيساهم كذلك في دعم الرياضه بهذه المدينه اضافه الى امور اخرى كتتعلق بالمجال الثقافي وبالمجال الاجتماعي انا بصفتي نائب ديال العمده وكنتمي للمقاطعه ديال اكدال كنجدد الشكر للسيد رئيس المقاطعه والاخوان النواب ديالو والمجلس كله وجميع الجمعيات المتعاونه في هذا Thank you.